10 أيام متواصلة صب فيها الاحتلال الإسرائيلي جام غضبه وحقده وصواريخه على غزة، قطاع يدافع عن أمة بأكملها تغرق في بيانات الشجب والتنديد والاستنكار. لم تتحرك غزة من فراغ، إنما بعد أن طفح الكيل من احتلال يستغل ليالي مباركة ترفع فيها إلى الله عز وجل الصلوات والدعوات، ليمارس الاحتلال عنصريته ويتمادى في الاعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في تحد سافر لمشاعر ملايين المسلمين. وسبق ذلك تضييق على المسيحيين بمنعهم من إقامة صلواتهم في كنائس القدس المحتلة. اليوم تثبت فلسطين بأكملها بعد أن انتفض أبناء الداخل المحتل والضفة أن قضيتها ما زالت حية، وأن الاحتلال مهما طال فمصيره الزوال في يوم سيحتفل فيه الفلسطينيون بنيل حريتهم واستقلالهم. فمهما طال ليل الاحتلال ستشرق شمس الحرية لا محالة. نبدأ نشرتنا من الأراضي الفلسطينية وآخر ما شهدته من أحداث وتطورات، إذ تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا آية الخطيب ومن رام الله محمد حسين. أهلا بكما، وأبدأ معك آية، كيف كان حال مدينة القدس المحتلة اليوم؟ اليوم هادئة نسبيا، لم تندلع أي مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في أي منطقة من مناطق مدينة القدس المحتلة، ولكن كما تشاهدون الحصار لا يزال متواجد على حي الشيخ جراح، حيث تمنع قوات الاحتلال أي متضامن من الدخول إلى هذا الحي، يسمح فقط لطواقم الإسعاف وطواقم صحفية في الدخول. أما المستوطنين فيحق لهم التحرك بكل حرية داخل الحي وخارجه. اليوم أيضا لم تسمح قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، ولم تسمح لهم خلال الأيام الثلاثة الماضية التي تزامنت مع ما يسمى بعيد نزول التوراة، وهي المرة الأولى منذ العام 2003 التي يغلق فيها الاحتلال باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين، وهذا طبعا انتصار يسجل لأبناء العاصمة المحتلة. طبعا العصابات الاستيطانية عبرت عن غضبها ورفضها لإجراءات الاحتلال بأنه لم يسمح لها بدخول المسجد الأقصى المبارك أو باقتحامه، ما دفع قوات الاحتلال لوضع كاميرات مراقبة جديدة على أبواب المسجد الأقصى المبارك. طبعا نحن لازلنا لا ندري إن كانت هذه الكاميرات فقط لإسكات المستوطنين أم أنها بالفعل من أجل الاستعداد لموجة جديدة من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. فيما يتعلق بالاعتقالات فقد تم تسجيل 1800 حالة اعتقال في الداخل الفلسطيني المحتل والقدس والضفة الغربية منذ بداية شهر نيسان وحتى اليوم، وهي أعداد كبيرة جدا من الاعتقالات. بالإضافة إلى ذلك للأسف تم الإعلان قبل قليل عن استشهاد الشاب محمد كيوان من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل. هذه الإصابة تأتي نتيجة إصابته بالأعيرة النارية من قوات الاحتلال الأسبوع المنصرم والتي استشهد اليوم على إثرها. طبعا قوات الاحتلال وعقب الإعلان عن استشهاده أغلقت جميع مداخل أم الفحم في الداخل المحتل لمنع أي شكل من أشكال التضامن معه. وبالإضافة إلى استشهاد محمد فقد تم الإعلان عن استشهاد مواطنة في مدينة الخليل لم تعرف هويتها بعد، ولكنها استشهدت نتيجة إطلاق مستوطن الرصاص عليها بشكل مباشر، رغم وجود فيديو يبين بأن حتى قوات الاحتلال كانت تطالبه بوقف إطلاق النار لكنه أصر على ارتكاب جريمة الاغتيال. هذا أبرز ما لدينا من مدينة القدس ومحيط مدينة القدس. نعم، أرجو أن تبقي معنا آية، وأنتقل إلى رام الله ومراسلنا محمد حسين. محمد، مواجهات الأمس أسفرت عن ارتقاء شهداء تم تشييعهم اليوم، ما آخر التطورات في مدينة رام الله؟ وهل شهدت المدينة أي مواجهات أي اعتقالات؟ نعم، يعني نحن الآن على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عدد من الشبان الآن متواجدين هنا في مواجهة الاحتلال، لكن إذا ما لاحظنا الأجواء وهي أهدأ، يعني تشهد هدوء نسبي مقارنة بالأمس. يعني قبل قليل تم نقل إصابتين من هنا، ولكن كما قلنا هي أهدأ
يعني تشهد هدوءا نسبيا مقارنة بالأمس. الاحتلال قام اليوم بتجريف هذه التلة مقابل الشبان الفلسطينيين ووضع متاريس إسمنتية لكي يختبئ خلفها ليقوم أيضا بإيقاع يعني إصابات نوعية كما فعل بالأمس، وأدى إلى ارتقاء ثلاثة من الشبان، إضافة إلى 202 جريح في مختلف مناطق الضفة الغربية، ما يقارب يعني 30 حالة منها خطيرة بسبب استخدام أو تكثيف استخدام الرصاص الحي. وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أعلنت عن استشهاد فتاة في مدينة الخليل، يعني قام الاحتلال بإطلاق النار عليها بشكل مباشر بدعوى تنفيذها عملية طعن، لكن فيما بعد تبين بأن من قام بإطلاق النار عليها هو مستوطن حاقد، يعني قام بإطلاق النار عليها مع وجود جنود الاحتلال. وبعد قليل انتشر مقطع مصور يبين أن الفتاة لا تحمل أي شيء، موجودة ملقاة على الأرض وبدون أي شيء. ومن ثم قام الاحتلال بادعاء بأنها كانت تحمل سلاح، ووضع بجانبها بالفعل سلاح الذي استخدمه المستوطن نفسه في قتل هذه الفتاة. ايضا تم يعني الاعلان عن استشهاد شاب في الداخل المحتل في ام الفحم يدعى الشاب محمد كيوان، يبلغ من العمر 17 عاما، متاثرا باصابته جراء اطلاق النار عليه من شرطه الاحتلال في الداخل المحتل قبل اسبوع من الان. على يعني الاحتلال يحاول بشتى الطرق قمع هذه الهبة الجماهيرية المستمرة. اليوم يرتفع عدد المعتقلين منذ بداية هذه الهبة إلى 1800 معتقل، جلهم من القدس والداخل المحتل، يعني بالإضافة إلى تلويحه المستمر بتنفيذ وإقرار يعني تطبيق قرار الاعتقال الإداري بحق المعتقلين في الداخل المحتل، بحيث أن هذا القرار غير منفذ هناك. الآن نسمع يعني أصوات إطلاق، يعني ربما هي قنابل صوتية من جنود الاحتلال ليفرقوا من تبقى من الشبان. بالقرب من هنا أيضا تدور مواجهات مع الاحتلال في على مدخل مخيم الجلزون بالقرب منا. نعم هذه الصورة الآن، ونترككم مع هذه المشاهد الحية من هذه المواجهات التي تدور الآن على المدخل الشمالي لمدينة البيري. نعم مراسلنا محمد حسين من مدينة رام الله، شكرا جزيلا لك. وكانت معنا أيضا من مدينة القدس المحتلة مراسلتنا آية الخطيب، شكرا جزيلا لكما. وكان أهالي محافظة رام الله شيعوا جثامين 3 شهداء ارتقوا أثناء مشاركتهم في التظاهرة التي خرجت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة يوم أمس، فيما ارتقى شهيد رابع في الخليل برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما زال جثمان الشهيد محتجزا لدى الاحتلال. ما راحش سلام عايش عند ربنا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عايش في الجنة سلام، الحمد لله. بالحمد والكلمات البسيطة يحاول ولد الشهيد الطفل إسلام برناط أن يواسي ابنه على فراق شقيقه الذي ارتقى شهيدا أمس بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر اتجاه المتظاهرين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وارتقى معه أيضا الشهيد الشاب محمد حماد ابن قرية بيت عنان شمال غرب القدس، والشهيد أدهم كاشف ابن حي أم الشرايط في محافظة رام الله والبيرة. والله دم كان محبوب من كل اللي بيعرفوه، والله يخدوم للجميع، كان ما حدا عمره حدا نخاب إيش إلا غير يكون، والله لو بكون نص الليل حدا يرن علي بأي ضائقة بأي ثواني أقل من دقيقة بكون طالع من الدار، وكل ما بصير إشي بكون أول مشاركين وبطلع. وديش كنت أنا يعني كنوع من الضغط، يعني واحد بتمنى الشهادة وإشي، بس لما بتوصل لكبدة فلد ولا إشي يصير إحساس تاني، يعني الواحد لا. الأقصى أهم من كل الأحزاب، لا فتح ولا حماس ولا أي تنظيم، طلع مشان الأقصى ومشان الوطن. رصاصة بالصدر كانت كفيلة بأن تخفي من الميدان حضور الشاب أدهم الذي دفعته وطنيته لمساعدة الطواقم الطبية في محاولة إنقاذ ونقل الجرحى. ده جزء قبل ما يستشهد بساعتين بعت لنا على الواتساب صورة المواجهات إنه موجود هناك، بس يعني ما قلقتش عليه لأنه مش إشي جديد راح عليه، دائما بيروح وبرجع. مرة واحد تفاجأنا، إحنا آخر الناس عرفنا، يعني كل الناس كانوا عارفين المستشهد وتصاوب من قبلها، إحنا آخر الناس عرفنا. كتير من أصحابي التقوا فيه في المستشفى قالوا لي إحنا كنا جنبه، كان يوزع مي على الشباب اللي هناك وإحنا كنا جنبه، مرة واحدة اختفى. شاب صاحبي بيقول لي هو كان يعني واقف وجنب الصحافة، مرة واحدة ما شفناه غير نزل على الأرض تصاوب، حملوه على المستشفى، في المستشفى هناك خلص انتهى أجله واستشهد في المستشفى.
على أكتاف الأهل والرفاق يحمل الشهداء إلى مثواهم الأخير، ويبقى جثمان الشهيد إسلام زاهدة الذي ارتقى منذ صباح أمس بعد إعدامه على مقربة من الحرم الإبراهيمي بحجة تنفيذه عملية فدائية رهن الاختطاف والإخفاء في ثلاجات الاحتلال. وبذلك تكون الضفة الغربية ودعت أمس 4 شهداء خرجوا ملبين دعوة إضراب الكرامة والوقوف في وجه جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة. من مدينة رام الله المحتلة، محمد حسين، رؤيا.